احنا عايزين نفكك من الضغطة دي بجد ونغير الموضوع. يلا فعلا يلا فك فك فك. ما يستحملش اكتر من كده. وعايزينك تقول الو 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 الو. سايباه انت يعني وعماله تهزري وتفزري براحتك وسايباه هو يزعل في الكوره ومناشات على الفيسبوك وعلى الانستجرام يا هنا؟ والله هو يعني مش عارفه اقول ايه بصراحه. اقول لك مساء الخير الاول. مساء الخير يا جفنيني. ازيك اخبارك ايه؟ منوره البيت الكبير. شايفه العصبيه والشد عامله ازاي على النادي الاهلي؟ يعني ده بتشوفي الكلام ده ازاي؟ انا والله انا عايزه اقول لكم ان انا اصلا انا ماليش خالص في الكوره. احمد خلاني يعني اهلاوي بعشق الاهلي والله. هي كانت زملكاويه الاول على فكره. اه بصي بقى اللي انت بتقوله سمعت. بس الكلام ده حقيقي. ما كانتش مهتمه بالكوره خليها كده. ما كانتش مهتمه بالكوره. هي اهلاويه دلوقتي.